الآن احنا في المعلم الرئيسي حق جزر الأميرات. هذا الدوار. طبعا عندهم بعض السيارات يعني عدوا على الأصابع سياراتهم. هنا تقدر تاخذ لك حنطور. الحنطور طبعا بيجي يحاول يقنعك ان سعره 75 للفرة الصغيرة والفرة الطويلة 90. اوكي تسحب عليه تمشي شوية بس مسافة مترين ثلاثة. سبحان الله. طبعا يقول لك هو قبلها ان السعر هذا من الدولة مشمول للضريبة وما ادري ويش من هالكلام. سبحان الله مستدار ثابت وكذا ما عندك تتحرك 3 أمتار الا يقول لك تعال بعطيك ديسكاونت من 90 ريال صار 60 رويه. ياخذ بيك فرع على الجزيره مثل ما راح تشوفون في المقطع اللي قبل هذا. فرع بالحنطور عندك حصان ياخذ لك الفرع. وعدها يوقفك فوق الجبل لمدة تقريبا 10 دقائق. بعد ما يوقفك شو اسمه تنزل تاخذ لك صور كم صورة او كذا. بعدين يرجعك على نفس المكان اللي اخذت تقريبا هالمنطقة هذي. وهنا الشارع هذا كله مطاعم وكافيهات بصراحة في عرب وايد. يعني أكثر منطقة جيتها صراحة فيها عرب هنا والصفوان أحمد. يعني ما عندك تحرك شوية إلا جاك واحد سوري فضل مطعم مطعم مطعم. هذا عروض كل واحد يكسر على الثاني. عروضهم كويسة أسعارهم لطيفة. حتى تجيك يعني وجبة كاملة مو يعني سندويشة أو شيء لا عروض على وجبات كاملة. شيء جيد صغيرة جدا يعني الجزيرة. وهذه أكبر الجزر أدلر. يلا راح نشوف لنا كم حاجة هنا ناخذهم. 13 ليرة سعر مطلوب. شوف اللي مناسبنا ناخذه. السلام عليكم.